احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية في عمان بعيد الشكر وخدمة التثبيت ل 31 شابا وشابة من أبناء الرعية. وقد ترأس الاحتفال المطران حسام نعوم بحضور راعي الكنيسة القس الكونان فائق حداد وعدد من رعاة المطرانية وجمع غفير من أبناء الرعية. وفي عظته أن المطران نعوم الرعية بعيد الشكر مسلطا الضوء على معنى ومفهوم العطاء في الإيمان المسيحي وقال: نشكر الله من أجل أبنائنا وبناتنا المثبتين الذين نالوا مواهب الروح القدس لكي يستمروا للمسيح إلى الأبد. واليوم أريد أن أتأمل وإياكم في بعض المفاهيم التي تختص بالعطاء. أولاً، العطاء ينبغي أن يكون بسرور. نحن نعلم الكتاب المقدس يقول لنا: المعطي المسرور يحبه الله. الله يحب الإنسان الذي يعطي، ولكن يعطي أن يعطي بسرور. كثير صعب أنه الإنسان عندما يعطي من قلبه أو يعطي من فكره، من وقته، من ماله، من جهده، ولكن هذا العطاء به نوع من الألم أو به نوع من الحزن. الله لا يريد الإنسان بأن يعطي وهو في حالة غير الفرح. كثير مهم أن نتذكر هذا الموضوع: المعطي المسرور يحبه الله. ثانياً، العطاء يجب أن يكون بسخاء. العطاء يجب أن يكون بسخاء. عندما يعطي الإنسان، إنما يعطي لا بالتقطير وإنما بالوفرة. وهذا أيضاً أمر في غاية الأهمية، إذ يريدنا الله عندما نعطي بأن نعطي بسخاء. الأمر الثالث هو أنه يجب علينا أن نعطي من قلوبنا، أن نعطي من خلال أن نبذل أنفسنا وأن نضحي من أجل الآخرين. اليوم ربما نتساءل معا: لماذا نتحدث عن موضوع العطاء خاصة في زمن الشكر؟ علينا أن نذكر، وخاصة عندما ننظر إلى صليب المسيح، بأن الله عندما بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح على خشبة الصليب، إنما قد أعطى ووهب كل ما له وأعز ما له، ابنه الحبيب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وخلال الاحتفال رفعت الصلوات والطلبات بأن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا، وأن يلتقي الجميع على المحبة والسلام. وفي الختام قدم مجلس الرعية هدية تذكارية للمطران حسام، وهي عبارة عن خريطة للأردن مزينة بالفسيفساء.